معانا على التليفون استاذ عصام الكاشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربيه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك سام. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نسال حضرتك عن القرارات الاخيره اللي تم اتخاذها ضد حركه النهضه الاخوانيه، برايك هل هي بتساهم في تقليل خطر الشارع التونسي او تاخير عفوا خطر الحركة الإخوانية على الشارع التونسي ومحاولتها دايما لتأجيج الأوضاع من خلال إثارة الناس ودفعهم للنزول وبالتالي حدوث اشتباكات؟ بداية دعني أؤكد على أمور عدة. أولها ما أطلقه الرئيس اليوم قيس سعيد بشأن أن تونس تخوض حربا بلا رصاص وبلا دماء. إذن هو يجنب الشعب التونسي حتى في حربه ضد الجماعة الغاشمة وضد الفساد وضد المحسوبية والتهميش وغيره من الأمور التي أثقلت جاهل الاقتصاد الوطني وقضت على أحلام الشباب في تونس الرصاص والدماء، ويحافظ أساسا على وحدة وسلامة الأراضي التونسية. أما فيما يتعلق بخطر الإخوان في تونس على الشعب التونسي والأراضي التونسية والمستقبل التونسي فقد انفضح أمرهم أمام الشعب. الشعب رأى الوجه القبيح دون أقنعة لجماعة الإخوان أي حركة النهضة ومن يزاحمها أو يقف خلفها، فأصبحت المسألة واضحة جلية تماما أمام الشعب. وأهم ما في الشعب هو الشعب والطبقة الفقيرة، الشباب والطبقة الفقيرة المنهكة من الأوضاع الحالية بعد أن تردت الأوضاع الزراعة وأصبح الفلاحين ما هم إلا تجار للمنتجات التركية على الأراضي التونسية، وكذلك المتاجر هي يعني نوع من أنواع التسويق للمنتجات التركية، والوضع الاقتصادي أصبح متأزم إلى حد كبير. كشف الصورة واضحة تماما أمام الشعب، فلفظ كان رد الفعل من الشعب التونسي هو لفظ الإخوان كما سبق وأن قامت مصر بهذه التجربة. رئيس قيس سعيد يضع نصب عينيه التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، ولكنه رجل قانون، هو يتميز بأنه يتحمل كافة الصلاحيات والسلطات لممارسة مهامه حفاظا على الشعب وعلى الأرض وعلى وحدة وسلامة تونس. وهذا أهم ما في أهداف الرئيس التونسي. لذا نجده دونا من أي من الزعماء العرب يتجول بأريحية في شوارع تونس في عز العاصفة، يعني تونس لا شك أنها تعيش في عاصفة، هو يتجول في الشوارع ويستمع لآراء وشكاوى المواطنين. هذا من جانب. الجانب الآخر التغيير المتلاحق في القرارات بتخفيف عمليات حظر التجول، كانت من 6 إلى 7 صباحا، من 6 مساء حتى 7 صباحا، ثم عاد وعدل هذه الأوقات وقال من الساعة 10 إلى الساعة 5 صباحا. إذن هناك ردة فعل إيجابية في الشارع، هناك استجابة من أجهزة الأمن. الضربات الاستباقية التي قامت بها أجهزة الأمن بعد تعيين رضا الخبير الأمني مسؤولية تكليفه بمسؤولية وزارة الداخلية، تغير الأداء 180 درجة. نجد الضربات الاستباقية على يعني هباتها وعلى زي ما بنقول جهوزيتها الكاملة، وهناك يوميا عمليات تتم لإحباط محاولات لتحريك الشارع أو للتأثير على الشارع باستخدام الملفوف أو العمليات الإرهابية. أستاذ عصام، أنا كنت لسه هسأل حضرتك، القرارات التحركات القضاء التونسي والقرارات اللي بيتخذها الرئيس قيس سعيد واللي فيها بالقبض أو أي محاسبة أي متسبب في أي أضرار بتونس، هل تتوقع الفترة القادمة سوف تشهد من حركة النهضة أي تحركات دموية؟ لأن هم طبعا معروفين بالاتجاه للناحية دي دايما، فتتوقع أن هو ممكن يبقى فيه كده في الفترة اللي جاية دي؟ أنا بحييك على هذا السؤال. شكرا. لأن السؤال ده جرنا
لنقطة مهمة جدا لابد أن يعني توضع هذه أمام أعين المصريين بشكل كبير، لأننا في حاجة إلى المرحلة القادمة. ونحن نحيي جهود الشرطة في مصر للعملية الاستباقية التي قامت بها أجهزة الأمن والجيش طبعاً في شمال سيناء، والتحية لكل الشهداء وأسر الشهداء طبعاً. رحمة الله عليهم جميعا. الرئيس قيس سعيد رغم أنه رجل قانون، يعني يعلم القانون، وكان له أثر كبير في تشكيل المحاكم بتعليم القضاء وتعليم أعضاء السلك النيابي، تولى مسؤولية الإشراف على مهام النيابة العامة، ولكن لم يستخدم هوى النفس في إلقاء القبض على أي من عناصر جماعة الإخوان أو حركة النهضة تحديدا. نحن نرى الأحداث، هو رئيس، هو ممثل النائب العام أو من يصدر توجيهات إلى سلك النيابة العامة بمختلف شرائحه ومستوياته، ولكن لم يستخدم هذا السلاح في وجه جماعة الإخوان إلا للمخالف وتحريك القضايا التي ضد عدد من النواب وعدد من الفاسدين وعدد من العناصر التي تحاول أن تؤرق الشارع التونسي وتضر بالشارع التونسي. نعم أستاذ عصام. نعم أستاذ عصام، يعني شكرا جزيلا طبعا لحضرتك أستاذ عصام الكاشف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا يا فندم.